اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في الفقره الثابته دائما بيكونوا معانا كريم سعيد. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ابو اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا احمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام. انا بعرف ادلعك بس ما بعرفش ادلع كريم. اقول له يا كيمو. كيمو. اخبارك يا كيمو؟ كله كويس؟ الحمد لله. خليني الاول ابدا ناخد كلمتين الاول عن بعد هزيمه السوبر المحلي وفوز النادي الاهلي في مباراته مع امبي، ولكن اداء جيد افضل من مباراه السوبر، ولكن في النهايه ليس هو اداء النادي الاهلي. في كل الاحوال طبعا ماتش امبي انا بعتبره رد فعل تلقائي من اللاعبين اللي حصل في ماتش الجيش. ماتش السوبر بالنسبه لي طبعا مبروك طلع الجيش قدموا اللي قدروا عليه، بس في وجهه نظري ان كان في فرص كتيره وطرق كتيره لينا ان احنا نكسب المباراه دي، سواء تكتيكيا او فنيا او روحا او معنويا، يعني في كذا حاجه. أيوة. مباراه في وجهه نظري كانت اللي انا شفتها 120 دقيقه اللي شفتهم، مباراه كانت سهله، وكان طبيعي جدا جدا يكون عندنا كذا طريق للمكسب اذا طريق اتقفل. بمعنى انا بحط تكتيك وبحط طريقه لعب في البدايه، الدنيا بشوف الماتش ماشي ازاي، الدنيا وقفت ببدا استخدم امور اخرى، واللعيبه نفسها حتى ايفن اللي هم لقوا ان الامور اللي هم متفقين فيه عليها مع الجهاز الفني قبل المباراه ما مشيتش، ممكن احنا يعني ببعض التعب الزياده كنا نقدر نخلص المباراه في 120 دقيقه. بعض الامور الفرديه كمان. لكن يعني قدر الله وشاء فعل ما فيش مشكله، ولكن في وجهه نظري ماتش انبي هو ليس مصالحه لاي شيء، يعني مش واخده مصالحه لحاجه، هو رد فعل من اللاعبين، وده كان الشغل اللي هم لازم يعملوه في مباراه، في مباراه كاس لازم تكسب ولازم تأدي فيها ما يمكن تأديته عشان تتأهل للدور التالي، عشان طبيعي طبيعي النادي الاهلي بينافس على بطوله الكاس، ومفروض يفترض يعني وصلنا لدور الثمانيه وصول طبيعي، وصلنا للسيمي فاينل ان شاء الله باذن الله وصول طبيعي، وصلنا حتى للفاينل وصول طبيعي، وساعتها نسال مين المنافس بتاعنا في ماتش الفاينل، فنبدا نقول وغالبا الزمالك. نبدا بقى ساعتها نقول حجم الفريق، يعني طبعا ملعب نادي الزمالك في الفاينل طبعا مباراه ليها حسابات كتيره والامور الفنيه والتكتيكيه تتدخل بنسبه كبيره جدا، انما طبعا والله مع كامل احترامي طبعا نادي طلائع الجيش قدموا مباراه ممتازه والكابتن عبد الحميد بسيوني، ولكن ان انا في اطار اللي هو بيشتغل فيه دايما، ان انا اخسر المباراه قدام فريق وقع بدنيا بعد الدقيقه 55، فريق في وجهه نظري الشخصيه اقل بكتير على المستوى الفردي من الفرقه اللي احنا قابلناها في الدور الثاني في الدوري السنه اللي فاتت، حتى على يعني مستوى خط الدفاع، حتى كان هنا كابتن اسلام قلنا خط الدفاع كان اسلام جمال واحمد علاء الاثنين اتقل بكتير من علي الفيلو وخالد سطوحي اللي لعبوا قدامنا في مباراه السوبر. كامل احترامي لا بصراحه الخساره امام طلائع الجيش ملهاش اي مبررات عندي وملهاش اي تبريرات، وخساره تزعل، تزعل جامد جدا جدا جدا، وتخلينا نقعد فتره نطالب بان الجميع يعمل الشغل بتاعه قبل الاشاده وقبل الذم. يعني احنا بصراحه حتى مهما حصل مش انا على المستوى الشخصي مش هشيد، لا ده شغل انت محتاج تعمل شغلك، وما تعمل شغلك اوكي امشي سقف كمل، لما احس لما نحس ان انت عملت بقى حاجه اوفر جدا 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 على وتنسينا مباراه الجيش ده ممكن ساعتها نبدا نسقف. طيب